السلام عليكم تلاميذ سنة خامسة ابتدائي. اليوم عندنا فيديو قصير في تعبير على زيارة مكان اللي درسته في الفصل الثاني. نبدأ مباشرة. une visite à Timgad يعني زيارة إلى Timgad. دائما أول حاجة نذكرها هي الوقت. pendant les vacances d'hiver يعني الوقت اللي رحت فيه. وقتاش رحت يعني الزمن. nous sommes allés visiter Timgad يعني ذهبنا لزيارة Timgad. En voiture. En voiture. كي قلنا نو معناتها نحن معناتها أنا والعائلة تاعي. En voiture. هنا هي قريتو لي موان دو ترونسبور يعني من الأحسن أنكم توظفوهم في الجملة في الباراغراف تاعكم. En voiture في السيارة. يعني هذه هي المرحلة الأولى. يعني نذكر الزمن ونذكر المكان اللي رحت ليه ونذكر موان دو ترونسبور يعني وسيلة النقل اللي رحت بها. يعني من بعد اون ا فيزيتي دوكا واش نذكر الاماكن اللي زرتها في هذيك المدينه. اون ا فيزيتي بليزيوغ زوندوا يعني زرنا اماكن عديده. اوندوا المرادف تاعها هي لي ليو لي زوندوا ولا لي ليو لانه ممكن يمدوها لكم في السوجي يقول لك اعطيني سينونيم تاعها. اوندوا السينونيم تاعها هو ليو. اون ا فيزيتي بليزيوغ زوندوا مانيفيك رائعه كوم كم لي روين روما كم لي روين روما يعني مثل اثار الرومانيه لو تياتر روما والمسرح الروماني مثل الاثار الرومانيه والمسرح الروماني. انفا نو زافون بري دي فوتو في الاخير نقولوا بلي دينا يعني تصورنا اخذنا صور. كل بل فيزيت كميه رحله رائعه زياره رائعه يعني. وفي الاخير نذكر الانطباع تاعي لهذه الرحله يعني نذكر كيفاش حسيت. كلبل فيزيت يعني كم هي زياره رائعه. نعاود نقراوها مع بعض. une visite à Timgad pendant les vacances d'hiver nous sommes allés visiter Timgad en voiture. on a visité plusieurs endroits magnifiques comme les ruines romaines le théâtre romain. enfin nous avons pris des photos. كل بل فيزيت. كان هذا هو الفيديو تاعنا لنهار اليوم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تضغطوا على زر الاشتراك والاعجاب. الى فيديوهات اخرى بحول الله. مع السلامه.